فعشان كده احنا اخترنا ان تكون منورتنا النهارده يا اميره عن الفرق في التعصب الكروي بين راجل وست. عايزين كده يعني عايزينكم كمان انتوا تشاركونا على صفحه الاهلي تي في وتقولوا لنا مين متعصب كروي اكتر، الستات ولا الرجاله؟ انا عايزه اعرف انت رايك. سؤال يعني طبعا الراجل. لا انا ما بشوفش كده، انت عارفه كده انا متعصبه يعني فوق ما تتخيلي. ما احنا بس هنتكلم دلوقتي، انا هفهمكم. يعني في تعصب، يعني انا بشوف ان الكوره محتاجه جمهور الكوره لازم يبقى بيشجع من قلبه. يعني ما بحبش الناس اللي بتقعد تشجع حاطه كده رجل على رجل. ده انا بحبهم قوي. لا ده مش بالنسبه لي، ده مش جمهور كوره. الكوره انت لازم تشجع من قلبك. صح. وصوت الجماهير ده، انا في ماتشات حضرتها كنت بقول الجون ده اللي جابه هو الجمهور. انا معاك تحديدا كمان لما بتفرج على ماتشات الاهلي والفرق اللي هي الجماهيريه قوي. انت بتتكلمي عن حماس جماهيري ملوش علاقه برضو قوي بالتعصب. التعصب يعني بعيد عن التعصب. التعصب ده بيودي في حتت تانية خالص. مظبوط يعني... التعصب الاميره بتقول عليه اعتقد انت قصدك اللي هو بنقوم نكسر حاجات ونبهدل الدنيا. بالظبط كده. لا ده بالنسبه لي. طب انت بتشوفي بقى نسبته في الستات اكتر ولا الرجاله؟ بصي انا بشوف طبعا نسبته في الستات اكتر. بس في البدايه بس انا عايزه يعني اقول اننا كمصريين المفروض ان احنا كان اللي يهمنا هو منتخب بلدنا، واحنا كمنتخب يعني ما قدرناش ان احنا نروح كاس العالم السنه دي، وعشان كده الرجاله ما سكتوش، كل واحد فيهم اختار له منتخب وقرر انه يشجعه ويكون معاه قلبا وقالبا. حلو كاس العالم عايز برضو يحس بحاجه يعني لكن ان احنا نوصل بقى لمرحله التعصب اللي موجوده دلوقتي ما بين رونالدو وميسي مين اللي هيفوز ويحقق اللقب، ده يعني انا شايفه ان ده شيء مبالغ فيه شويه. يعني ما تتعصبش، مفروض اصلا المفروض التعصب في الكوره انا ما بشوفش، انا بشوف ان انت تشجع. ضد كلمه التعصب. ما تتعصبش يا سيدي غير لمنتخب بلدك، لكن اشجع طبعا كل اللي بيمثلنا من اللغه الضاد، كل المنتخبات العربيه والافريقيه، واشجع واحب اي فريق كمان، بس مش لدرجه ان انا اتعصب. لان انت حضرتك لما تقعد تتنرفز وتكسر وتنكد عشان منتخب غير منتخبك مثلا، يعني ايه هيتعمل؟ ايه هيدوك الشنجن مثلا؟ يعني مفيش اي استفاده غير ان انت ضغطك هيعلى ومزاجك هيتعكر وهتنكد على كل اللي موجودين حواليك في البيت. فنستمتع على اللعبه الحلوه ونتفرج واحنا مبسوطين، وهو ده يعني. لكن انا ردا على سؤالك، انا قابلت امثال كتير قوي يا هند لستات مجرمين في التشجيع. يعني انا بشوف ان احنا كستات بنشجع وعندنا حماس جامد جدا. انا في التشجيع مش قادره اقول لك ببقى عامله ازاي في البيت، ليا طقوس. لكن انا شفت ستات، يعني في واحده مثال من الامثله دي كانت بتشجع لوحدها وقت الماتش، تخش اوضه لوحدها من كتر ما بتتعصب وبتعلي صوتها. ده انت بتتعصب وتعلي صوتها ومش عايزه حد يشوف اللي هي بتعمله، تقفل على نفسها الباب لانها بتبهدل الدنيا يعني. ودي كانت بالنسبه لي اول مره فعلا اشوف ست بتتفرج على ماتش بالعصبيه دي، يعني ما شفتهاش قبل كده. لكن الست والتعصب الكروي لا طبعا، احنا اقل بكتير من الرجاله. احنا بنعرف نفصل، يعني بنعرف نفصل، يعني نشجع وعندنا طاقه حماس وكل حاجه، لكن بنعرف نفصل ان احنا نبقى ممكن نكسر او نتعصب. او يعني انت عارفه التعصب ده يوصل لايه؟ انا اكتر واحده عارفه التعصب بيوصل لايه. يعني انا اعرف حالات مثلا اتطلقوا بسبب ماتش، اعرف حالات ضرب ابنه بسبب ماتش. طبعا ده قطعا الهدف من وجود الرياضه في الدنيا دي، انه الرياضه دي موجوده علشان تحسن من سلوك الانسان، تحسن من اخلاقه. يعني حتى لما بنيجي نتكلم كده مع بعض نقول خلي روحك رياضيه، الرياضه اتوجدت علشان صحه احسن ونفسيه احسن. انا مش مع التعصب المؤذي، لكن انا مع انه ما نشجعش واحنا قاعدين في الاستاد حاطين رجل على رجل. لا احنا نشجع، نبقى بجد نشجع من قلبنا. الجمهور لما شفنا في مصر سنين كتير جدا جدا ما كانش فيها جماهير، كنا بننادي بعوده الجماهير وكذا وكذا. ليه؟ لان في بجد لعيبه ما بتاديش كويس الا بصوت الجمهور وعلى النقيض. انه تشجيع، انا معاكي ان اللي انت بتقولي عليه ده بالزبط. تشجيع من القلب. من القلب. في فرق كبير ما بين التشجيع والتعصب. انت متعصبه، انا عارفه. انا عارفه يعني احنا هنجتمع على ماتش النهارده وربنا يستر. يعني ماتش النهارده بتاع السعوديه ده، يا رب كل التوفيق للمنتخب السعودي. يعني انا مثلا انا مش سعوديه، بس لا تتخيلي ماتش السعوديه ده، انا بجد من قلبي لو لا قدر الله حصل حاجه النهارده مش عارفه هيحصل ايه. انا كمان. طيب. كمان